يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو جزاء من يحلف بغير الله في الدنيا وفي الآخرة؟ جزاؤه أنه قد أشرك بالله ومعرض للوعيد، لكنه ليس الشرك الأكبر، ليس الشرك الأكبر، وإنما هو الشرك الأصغر، فيكون معرض للعذاب. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يشمل الشرك الأصغر، فلا تشمله المغفرة، لا بد يعذب. نعم.